أيا نسيت المفتاح. بابا والله هكا قال لي راح يدي إليف ويروح. إيوا اش راكي تهضري؟ إلا هيه شوية ما بد نكملوا خدمتنا، مازال ما خطفوهاش. أنا والله ما أنا بالي بوالو. خطفوا إليف غاولو قبل ما تهرب مع عزيز، وزاد دا الفاليزة وخرج، وراح يخرج إليف من السبيطار ويروحوا. ردوا بالكم. ورا تليفون ورا وجه الهم. تعيشوا غاولوا، قول جماعتك سيبيه ورايح السبيطار، راح يدي طفله ويروح يقول لهم يدوها قبله. وش كنتي تقولي؟ شكون راح يخطف إليف؟ ولا غير سقسيتو مرجاليش، ضربوه بابا مسكين ونهددوني بزاف. يو بركات، انا كرهت منكم، خطوني حبيتو تبلوني، الله لا تربحكم ان شاء الله. اخطي ولا خلاص؟ خلاص راح نخطفوها. وش حب؟ لازم نزربو. كيفاش راح نديوها؟ ما على باليش. درت لها تشكا باش تريح، راح ترقد دوكا. بشفع ليها مادام. يسلمك. هيا يما ريبوندي. داك الزهر واش راح ندير؟ كيفاش راح ندير دوكا؟ يا روى مش بيك؟ وهذيك المرة كيفاش نديرو لها؟ نضربوها بدبزة على وجهها وطيح في الأرض ونفريوها. جيتي على جال المريضة اللي هنا؟ ايه فطنة ورجعناها وين كانت. صحة. يا واحد القتالة
لوكان ما جيتش لوكان راكي قتلتيها؟ ايه كان لازم عليا نقتلها، خسرت حياة وليدي وحياتنا، وراني حابة نحيها من طريقنا فهمتي؟ راح تخلصيها غالية، راح نرشيك في الحباس سمعتيني؟ ما عنديش حل واحد اخر، ما عنديش، درت هادشي على جال وليدي، حبيت وليدي يولي ويتهنى. الله لا تربحك يا القتالة، انا لازم نديها، راح ندي بنتي ونروح منا. إليف، هيا افتحي عينيك، هيا بنتي افتحي عينيك. كيفاش قدرتي ديري هكا؟ ما دخلت ليش لراسي كيفاش قدرتي تقتليها؟ جاتك سهلة تقتليها هكاك يا راهي في الفراش، ها؟ وجايتني تهضري تقولي بلي تحبي وليدك. أنا كل حاجة راني نديرها، راني نديرها على جال وليدي برك. انتي تاني يمات، كيفاش ما قدرتيش تفهميني؟ وليدي على جال بنتك راح يسمح في كلش هنايا، وحتى فيا انا. وهي وعلاه؟ وش من سبه اللي خلاتكم ما تقبلوهاش؟ الطفله حبت وليدك، وليدك حبها، وكي على السكري ما لازمش يحب وحده بالحجاب ويتزوج بيها. انتي اللي راكي تحضري هاد الهدره. هادي بكري، ناس كيما انتي يدمروني وحرقوا لي حياتي. دوا راجلي اللي نحبه ما بين يديا، وزيد بنتي اداوهالي وحرموني منها. وانا كل يوم قلبي يتحرق عليها، حسبتها ماتت. ودوكا مور ما لقيتها، راكو حاسبين باللي نقدر نخليكم تزيدوا تضروها وتآديوها؟ واش على بالك ما نحسش؟ وعلى بالك باللي ما رانيش نتعذب على الشي اللي راني ندير فيه؟ ما كاش عندي حل واحد اخر، امنيني. راح ندي بنتي ونروح منا، راح نروح وين ما يكونوش ناس حقارين كيما انتو. معليش كيما تحبي، انا راح نعاونك على هادشي، لخاطر ما تقدرش تخرجيها منا وحدك. واذا حبيتي نمدلك الدراهم، وهكا انت تدي بنتك وانا ندي وليدي، وتاني نقدر نعاونك باش تبداو حياة جديدة في البلاصة اللي راح تروحوا لها. علاش حسبت لك راح نقول لك وين رانا رايحين؟ راح نروحوا وين واحد ما يقدر يلقاني. بصح حبيت نقول لك حاجة برك، اسمعي، إذا كنتي تحبي واحد من قلبك حتى ولو كان يجوز 20 سنة ما راحش تقدري تنسايه كامل. وإذا مر 20 سنة عاودتي تلاقيتي به،
قلبك راح يولي يخبط كيما نهار الاول اللي شتيه فيه. على بالي باللي راح نظلم بنتي دديتها معايا، بصح لازم نديها لخاطر حياتها راهي في اللعب هنا. بصح قولي لي وليدك كي تشوفيه، كي تشوفيه يتحرق قدام عينيك، واش راح ديري هذاك الوقت؟ اني حابه نعرف منك. كي ولات هكا ايا عاونيني. يلا إليف 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 إليف، هيا بنتي إليف. غاولي غاولي شوية، الطاكسي هو يستنى. هاي نديو هاي. لا لا اصبر شوية، استنى حتى يخرجوها من السبيطار، هكذا خير لينا، نقدروا نخطفوها. أيا نروحوا نتبعوه. سمحوا لي. وين راهي يا الفرملية؟ فرملية وين راهي مرتي؟ طلعناها للفوق. نقدر نعاونكم في كاش حاجة؟ لا لا صحة، خلاص نقدروا. هيا بنتي هيا هيا. وين أنا رايحين؟ دوك نقول لك، اركبي قبل وبعد نحضروا. عزيز وين راه عزيز؟ وراهي مرتي؟ ما كاين حتى واحد لهنا، هضروا. يلا يما وين كنتي؟ خرجت نشم شويه هواء. ما على بالك شو راهي إلي فديتوها لكاش بلاصه؟ وين راح نديها الطفله راهي مريضه؟ يما وانت علاش خليتيها وحدها؟ بابا هو اللي بعد جماعه باش يخطفوها وما كاش هادوكا. أنا رايحين. راح نديك عندي يماك. عندي ما؟ إيه راهي تستنى فيك، توحشاتك بزاف. وين تروحوا؟ ادينا للبور. راح نروح أنا وياك كيف كيف، يمك راهي تستنى فيك. منتي يا من وين تعرفي يما؟
الحكاية طويلة بزاف ومن بعد نحكيها لك. على بالي باللي جوزنا يا مات صعبة بزاف وخلاص جازو، ومن بعد راح تعرفي كلش، برك ديري فيا ثقة، فهمتي؟ اغلق عليهم الطريق وخلينا نديوها. وش راهم يديروا هادو؟ هم رايحين للبرواغيل. معليش دوك نخطفوها من تم. عزيز استنى هناك رايح، راح تدير مصيبة جديدة. أنا رايح عند الكلب تاع كمال نحاسبو على واش دار، وما راحش نخليلو مرتي. علاش جينا لهنا؟ راح نروحوا في البابور. وين يما؟ كي راهي تعرفني وعلاش ما تجيش لهنا؟ إيلي فتعيشي ما تقدرش تجي دوكا. هيا خلاص كنتي تعرفيها، معناتها انت تعرفي وعلاش خلتني. إيليف تعيشي ما تصعبيش الحال. اسمعي اذا قعدتي هنا يا راح تخسري حياتك. رح نهدر مع عزيز، إذا ما جاش ما نتحركش منه. إيلي فتعيشي ما عندناش الوقت، حنا لازم نروحو. يا أخي انتي تعرفيني مليح، ما نروح لحتى بلاصة. أنا ما نتكف حتى واحد غير عزيز، سمعتي؟ انتي لازم تروحي معايا، كلش راه واجد، الكارطة، الباسبور، كل حاجة. ما كيش حابة تشوفي يماك؟ واش من اليمات؟ هاد العوام كاع ما سكستش عليا، ودوكا نسمح في حياتي على جالها. قولي لي تستاهل هادشي؟ راح يقتلوك هنا. ما رانيش خايفه من قدره كاراي، لو كان غير هو وحده. لو كان ما لحقتش بجول النار، لو كان راهي قتلاتك. ما رامش حابينك، وعلاش ما كيش تفهمي؟ ما نروحش بلا عزيز. خلاص انا نعاهدك، غن اللحقو راح نعيط له وراح يلحقنا لتما، ونعاودو نبنيو حياة جديدة، فهمتي؟ هيا أرواحي معايا، ما عندناش الوقت يليف. همشي وين راحوا؟ واو يعيط. حبس لقيتهم. هم ليك الهي. راي السيفي على من راكي تحوسي؟ راني نحوس على الراي السيفي، كنا راح نتلاقاو هنايا. هو قال لك؟ ايه قال لي نتلاقاو عاد 8. راح تهربوا وباين عطيتي له دراهم لهذاك الخابيت. وش ما عندها؟ راح يهربوا هادو.
كيفاش راح نديرو دوكا؟ نعاودو نولو ونحكيو كلش العزيز. شكي تهضري إليف؟ حبيتي تقولي لي يماك ما تهمكش؟ فهميني، كل حاجة راح تولي كيما كانت. عايلتو ما مش حابينك، وعلاش ما تفهميش؟ أختي معلش دقيقة، معلم سيفي بعدنا. قول والله، بصح هذاك الراجل رم الضربين ويكذب، دبرنا لكم فلوق غير ما كان له، ما عندناش حل واحد آخر. تروحوا معنا ولا لا؟ لا مدام، ايه نروحوا. هيا إليف، طنو براي منا. وعلاش ما راحش نروحوا في البابور؟ راي من الجهه الاخرى وما نقدروش نروحوا نمشيو. غاولوا مانيش حابه نروح. إليف وش بيك؟ انا ما نقدرش نروح بلا عزيز. يما كاي تسنى فيك، كانت قادره تخمم في هاد الشيء قبل ما تخليني. إليف خلاص ارواحي. واش راك دير؟ او بعدي ليه. هايا مدهرنا. اطلقني يا حجار. اركبي إليف، اركبي ولا نقتلك. إليف ليلى، انت ما على بالكش نساو شي حبو تسمى ما براي غير حبه، غير كلمه حلوه منك. انت كاش خضر في الششتها ديرها في بالك، كلمه حلوه منك تبدل كلش. هضرتك معاها كاع غلط ما لازمش ديرها هكذا. اهلا، تفضلي قعدي. خير وش كاين؟ انا حبيت باك نتعشى معك كيما الناس المتحضرين. عندك مشكل؟ تحضر انت يا وحدك، زوج كلمات محال يتلاقاو. اهدر غاول، وش حبيت؟ راح نروح. الله يسترك ويحفظك يا سيدي، بعد مزيتك اللي درتها فيا إذا تقول لي موت نموت. ومن بعد هاي كمل، واش تفهمنا له؟ جماعتي أنا ما يفهموش وما يعرفوا الصبر، إذا قلت لهم راح يتيروا عليها ويرموها.
كمل كورال، ارواح معايا. خير ولا بالك يكونوا جاو يتفاهموا معك. اه بصحة، وكيفاش عرفوا؟ انا دوين عرفت. والله حاجة تحير. وراه إليف، قولي وين خبيتها. واش راك تهدر نسيبي؟ خزر فيا يا سي كمال، جوليا حكات لي كلش، ما تخلينيش نهبل. إذا حكيت لك وعلاش راك تسقسي فيا؟ ما راكش تشوف حالتي في هاد الكوري. واش حبيت؟ واش حبيت؟ انا واش راني حاب منك زعما؟ انا حاب نخرج من هذا الكوري. اك شوف، ما عندي حتى حاجه نخسرها، بس انت اذا ما تخرجنيش منها والله ما تزيد تشوف مرتك. فهمت عليا؟ سمعت؟ واش صرا؟ هدرتي مع عزيز؟ ما كان له، رانا دت إليف وراحت. كيفاش؟ مقبلة شوية تلاقيت مع رانا وهدرنا، لقينا هادشي يخرج علينا كامل. هي أحبت بنتها وحنا حبينا ولدنا يولينا. يعني إليف تهنينا منها؟ ايه، راح تدي بنتها وتروح للخارج. يا درا عزيزي، دا عرف واش راح يدير. نعرفو ما يخممش كاع الا راحت لطرف الدنيا راح يتبعها. عزيز راه داير في بالو بلي باباه اللي خطفها، وما يجي يعرف الصح تكون طفله راحت. ان شاء الله تصدق هاد الخطره، ان شاء الله تصدق. ما دام رانا اني مشغول. اسمعني دقيقة، إليف خطفوها، واحد الزوج داوها وهربوا. عزيز سلك بنتي. وعلاش جبتوني لهنا؟ اسكتي، راح نضيفوك عندنا في خاطر سي كامل. هيا واش كنتي ديري مع إليف؟ ماشي قلت لك بعدي عليها؟ لو كان رحتي منا، لو كان هادشي ما صراش بسبتك اللي تخطفت إليف. لو كان ما خرجتهاش، لو كان راي ماتت وشبعت موت، ويماك اللي كانت راح تقتلها. مدام رانا راكي تخلطي بزاف، وباينة ما على بالكش كاع واش راكي تهضري. على بالك وعلاش هربتها من السبيطار؟ ها شفت يماك كانت تخنق فيها. مدام رانا ما كاش منها هاد الهضره. كنت راح ندخلها للحبس، على بيها تفهمت معايا، هي رايحة باتك انت،
وانا راني حابه إليف. الله لا تربحكم، كرهت منكم. عزيز تعيش حبس، استنى ما تروحش. عزيز عزيز تعيش، عزيز لازم تعاوني، عزيز انت لازم تسلك إليف، لازم. عزيز عزيز عاوني، عزيز وعلاش هكا؟ نزار فوش راك تخمم؟ رانا وإليف خلاص راحوا يكونوا في البحر دوكا، وش حبي تفوق هذا؟ ما على باليش وش بيا، ولو كان رانا حكيت العزز على واش تفهمتو هذاك الوقت ما راحش يسمح لنا. شكون راوي عيط دوكا؟ الو داو إليف من بين يديا، باباها خطفها. ما عندنا ما دخلنا، لو كان جيتي تعرفي لو كان حميتي بنتك ما تزيديش تعيطي لي. ما تقدروش تتهناو مني، راني قدام لابوليس دوكا، اذا ما عاونتونيش نرجع بنتي راح نحكي لهم كلش. واش راح تهضري؟ واش راح تهضري؟ ما حكتلكش مرتك اليوم سيت تقتل إليف وانا سلكتها؟ كنتي راح تقتليها؟ خلاص خلاص أنا فهمت، قولي لي وين راكي دوكا. خلاص اقعدي لتما، راني جاي دوك. نزار ما كاش عندي حل واحد آخر، كان لازم عليا نقتلها. جنات هذه خدمة ديريها ما تخميش. كنتي كي هذاك وليدك هبلتوني، راح نكمل حياتي كاع وانا نغطي في عايلكم وخدايمكم. شدي سلاح، تيري عليا، هنيني، هيا اقتليني، وعايتي العزيز يقتلني، وعايتي رانا كاراي تاني وإليف تاني، ما تفوكوش عايتي قدرت كاراي تاني. تيري عليا، خليني تهنى من المشاكل تاعكم. خلاص بركات، خلاص. نزار نزار تعيش، اسمح لي، خلاص اسمح لي. خلاص دوكا لازم علينا نديرو حل باش نخليو رانا كاراي تسكت، ولازم نتهناو من هاديك إليف. كيفاش؟ كيفاش نديرو؟ كيفاش 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 كيفاش؟ لازم نلقاو حل. كيفاش كيفاش كيفاش؟ لقيتها كمال، ايه هو، ما قعدنا غير هذاك كمال. لازم لي حاجة باش نخرج كمال من الحبس دوك، وغير يخرج كمال من الحبس التم إليف راح تولي، وغير تولي رانا كاراي تسكت ويقطع حسها. لازم نغلق الحكاية، لازم نغلقها. إليف تسمى راح تقعد لاصقة فينا دوكا. المصيبة الكبيرة كمال ما كاش كتر منها، غير هو اللي راح يقدر الإليف. ايه هذاك وش لازم؟ ان شاء الله هذاك وش لازم. قول لي بابا وعلاش خطفني؟ واش يسحق؟ هو راه حاب يخرج من الحبس، راجلك على السكري
وبينما ما راحش يخليك ويجي يسلكك. وشيخك عقيد في الجيش. رجلي أنا محالسة وموحد قتال هكذا. إيه؟ ما لا قعد يبكي. كولي بلاك ما جيش تسحلك هكذا. كولي كولي على بالي بلي تحبيها الماكلة هذه. بدلت الماكلة اللي نحبها. تقدر تبدأ تهدر. راح نروح. جبت لك هذا الكادو. أنا حابت ولي للدار. قبل عرسنا وفي لانيفرسير ديالي وكاع المناسبات كنت تبعت لي كادو ماشي انت اللي تجيبهم لي. عندي اكثر من 10 خواتم كيما هذا وفي الدار عندي ذهب عمري ما لبسته باش تعرف باللي ذهب ما عنده حتى قيمه عندي. خلاص اذا حبيتيه بدليه جيبي لي يعجبك. ما نسحق حتى حاجة من عندك. قلت لك ما نسحق حتى حاجة من عندك. حبيتك تستعرف بالغلطة تقول لي غلط وتطلب مني السماح. على بالي باللي هذا الشي صعيب عليك. راح ترجع تحبني كيما بكري. تقدر تديرها. طب لا تينا الهيكا روحوا انتوما دوك نلحقكم. سي قدرت مانيش مأمنة بلي تلاقيت بك اليوم. عدنا شحال ما تلاقيناش. راح تسلك لي بنتي. راح نخرج هذاك الكلب من الحبس. تدي بنتك وتروحي منه. هذا وش راني حابه. ومن بعد محال نزيدو نشوفوك لا انتي ولا إليف. هذه غيبه. الا حبيتي قعدي تعشي معانا. يعطيك الصحه. لا لا جيت مع صحاباتي برك شتكم حبيت نسلم عليكم. عاود وش هدرت؟ قلت لك يا البهلول يا البهلول. أنا على بالي بلي ما رحش تخليني ورح تلقى كيفاش جيت تديني منه. إليف إليف
بسمة لمحان خليها ليك.